في الفيديو ده هناخد طريقة تانية لحل مسألة الديتكشن أو الهايبوثيسيس تيستينج لو إحنا مش عارفين البرايورز أو البراير بروبابيليتيز للهايبوثيسيس H0 H1. أخدنا قبل كده نيومن بيرسون ديتكتورز، هنا هناخد الميني ماكس تيستينج. لو إحنا عندنا فانكشن دلتا أوف R، الفانكشن دي بتديني البروبابيليتي إن أنا أختار H1 لو عندي فيكتور أوف أوبزرفيشنز R، فاللي أنا بعمله هو الآتي، إن أنا بختار الماكسيمم بين R0 و R1، أشوف مين الأكبر من القيمتين دول. الـ expected risk أو cost لو أنا عندي true hypothesis هي H0، والـ expected risk أو cost لو أنا عندي true hypothesis هي عبارة عن H1. بشوف مين الأكبر من القيمتين دول اللي هو يعتبر أسوأ، لأن إحنا طبعًا بنحب الريسك يبقى أقل ما يمكن. فهنختار الأسوأ ونحاول نعمل minimization للأسوأ ده باختيار الديسيجن رول اللي هي الدلتا اللي هتقول لي احتمال ان انا اعمل ديسيجن ان فيفر اوف اتش واحد لو جالي فيكتور اوف اوبزرفيشنز ار. شوف الكلام ده معناه ايه بالتفصيل. الار اوف زيرو هي الاكسبكتد ريسك لو انا ترو هايبوثيسز هي عباره عن اتش اوف زيرو، هنا هكتبها بطريقه اكسبليسيت كفانكشن اوف الديسيجن اللي هو عباره عن الدلتا اللي هتقول لي احتمال ان انت تعمل ديسيجن ان فيفر اوف اتش واحد اف يو ريسيف فيكتور ار. ده عباره عن ايه؟ الكوست ان احنا نعمل ديسيجن اتش 0 وترو هايبوثيسز اتش 0، وبعدين بنعمل تكامل على الفيكتور اوف اوبزرفيشنز، التكامل ده جواه اللايكلي هود جيفن اتش 0 لان هي دي ترو هايبوثيسز، واحتمال ان انت لو جالك الفيكتور ار تختار اتش 0 اللي هو هيبقى 1 ناقص دلتا، زائد الكوست ان انت تقول اتش 1 رغم ان ترو هايبوثيسز اتش 0، وبعدين نعمل تكامل على الار ل اللايكليهود جيفن اتش 0 لان هي دي ترو هايبوثيسز، فاحتمال ان انت تختار اتش 1 اللي هو دلتا باي ديفينيشن، والار 1 ممكن نكتبها بطريقه مشابهه. يبقى اللي انا بعمله هنا ان انا بشوف ايه الاكسبكتد ريسك لو ترو هايبوثيسز اتش 0، ايه الاكسبكتد ريسك لو ان ترو هايبوثيسز اتش 1، مين الاسوأ من الاثنين دول، مين الماكسيمم من القيمتين دول. نحاول بقى نمينيمايز الماكسيمم باختيارنا للدلتا، وعشان كده الرول دي اسمها الميني ماكس تيستينج رول. طيب تعالى نفترض ان البراير بروبابيلتي ان عندنا اتش 0 هو باي 0. الاكسبكتد ريسك اللي احنا خدناه زمان بيبقى عباره عن باي 0 ار 0 زائد 1 ناقص باي 0 ار 1. اكتشلي واحنا بنعمل بايجن ريسك مينيمايزيشن هي دي الكميه اللي احنا بنحاول نعمل لها مينيمايزيشن. تمام؟ انا عايز دلوقتي اربط الكميه دي بالماكسيمم بتاع ار 0 ولا ار 1، مين الاكبر؟ مين الاسوأ؟ ار 0 ولا ار 1؟ هلاحظ حاجه مهمه جدا. جيفن دلتا، لو انا عندي سيرتن دلتا جيفن، هلاقي ان الفانكشن ار اوف دلتا وباي 0 هي فانكشن لينير في الباي 0. صح؟ فانكشن لينير. دلوقتي الفانكشن دي لها اشكال مختلفه. ممكن يكون السلوب بتاع الفانكشن دي بوزيتيف اما يكون ار 0 اكبر من ار 1. تمام؟ ساعتها الماكسيمم للفانكشن دي هيكون هو ار 0. يبقى عندي الفانكشن دي اما باي 0 ب 0 بتساوي ار 1، واما باي 0 ب 1 بتساوي ار 0، وار 0 اكبر من ار 1 فعندي السلوب بوزيتيف، والفانكشن دي ار اوف دلتا وباي 0 هتتحرك من ار اوف 1 لار اوف 0، ار اوف 0 هيكون هو الاكبر. فخلي بالك هنا ان الماكسيمم بتاع الفانكشن دي، الماكسيمم بتاع الفانكشن دي اوفر باي 0 بيحصل اما باي 0 بتساوي 1 اما يكون ار 0 اكبر من ار 1. لكن لو ار 0 اصغر من ار 1 هيكون عندي السلوب بالنيجاتيف، وهنتحرك من ار 1 لار 0 بالشكل ده، ساعتها الماكسيمم بتاع الفانكشن دي هيحصل اما الباي 0 تساوي 0. وبعدين في حاله ثالثه ممكن تحصل، هي ان ممكن يكون ار 0 بيساوي ار 1، وبالتالي الماكسيمم او الاسوا بين ار 0 وار 1 هو نفسه ار 0 او ار 1 لان هما الاثنين قد بعض. ساعتها الفانكشن دي هتبقى فلات بالشكل ده، ودايما قيمتها بتساوي ار 0 او ار 1. فالكلام ده معناه ايه؟ معناها ان الماكسيمم
بتاع ار 0 وار 1 اللي هو يعتبر جزء مهم من الميني ماكس اوبتمايزيشن بروبلم، ممكن نكتبه ان انا بحاول اماكسمايز الار اوف دلتا وباي 0 اوفر باي 0، لان الماكسيمم ده جيفن دلتا هو عباره عن ار 0 لو ار 0 اكبر من ار 1، او ار 1 لو ار 1 اكبر من ار 0، او ار 0 وار 1 لو هما الاثنين زي بعض. يبقى الماكسيمم ده بتاع الفانكشن دي لو انا عملت انترودكشن للباي 0 بارامتر، هو مش موجود هنا، لكن لو انا عملت له انترودكشن وبما ان الفانكشن ار اوف دلتا وباي 0 لينير في الباي 0، الاقي ان الماكسيمم ده بيديني لا اما ار 0 لو ار 0 اكبر من ار 1، لا اما ار 1 لو ار 1 اكبر من ار 0، لا اما ار 0 لو ار 1 لو الاثنين قد بعض، يبقى هو نفسه الماكسيمم بتاع ار 0 وار 1. وبالتالي الميني ماكس بروبلم ممكن اكتبها كده، ان انا عندي الاوبتمايزيشن بروبلم دي ان انا بثبت الدلتا وبعدين بجيب الفانكشن ار اوف دلتا وباي 0 وبماكسمايز الفانكشن دي على باي 0، ده هيديني الماكسيمم اوف ار 0 ولا ار 1، يعني هيديني الار 0 لو ار 0 اكبر من ار 1، ار 1 لو ار 1 اكبر من ار 0، او ار 0 او ار 1 لو هما الاثنين بيساووا بعض. وبعدين احاول ادور على الديسيجن رول اللي بتعمل مينيمايزيشن للورست اكسبكتد ريسك، هل هو ار 0 ولا ار 1، او ممكن الاثنين طبعا يكونوا مساويين لبعض. للتسهيل هنا بدل ما اكتب كلمه مينيمايز ممكن اكتبها مين دوت، والماكسمايز ممكن اكتبها ماكس دوت. فعشان كده المساله بتاعتنا اسمها الميني ماكس. خلي بالك هنا ان المساله ما فيهاش باي 0، يعني انت مش لازم تكون عارف الباي 0 عشان تحل المساله. استخدامنا هنا للباي 0 استخدام ماثيماتيكال بس، المساله الاساسيه هي ان احنا بنمينيمايز اوفر دلتا الورست اللي هو الماكسيمم امونج ار 0 وار 1، اللي هو الريسك جيفن ان ترو هايبوثيسز اتش 0 والريسك جيفن ترو هايبوثيسز اتش 1، فما فيش باي 0 فعليا. مره ثانيه الفانكشن ار اوف دلتا وباي 0 لينير في باي 0 لو عندنا فيكسد دلتا. ده مش كده كمان، لو انت رجعت للاكسبريشنز بتاعه الار 0 والار 1 وعلاقتهم بالار، هتلاقي برضو ان الفانكشن ار لينير في الدلتا فور فيكسد باي 0. هنا هقول حته تكنيكال شويه، دي مش مهم، يعني قصدي يعني اللي يفهمها يفهمها، ما فهمتهاش مش هتاثر قوي على موضوع مساله الديتكشن في الاخر هيبقى شكلها عامل ازاي. فانت ممكن بعد كده الريزلت اللي هنقولها تاخدها فور جرانتد. الريزلت اللي هنعملها دلوقتي مهمه جدا، وهي معتمده على حاجات معينه معروفه من الاوبتمايزيشن ثيري. الفانكشن ار مره ثانيه لينير في الباي 0 فور فيكسد دلتا ولينير في الدلتا فور فيكسد باي 0. فالفانكشن دي هي كونفكس وكونكيف في نفس الوقت، لان الفانكشن لينير تمام هي كونفكس فانكشن وفي نفس الوقت هي كونكيف فانكشن. بتحقق شروط الفانكشن الكونفكس وبتحقق شروط الفانكشن الكونكيف. فانا ممكن اختار، يعني انت لو عندك فانكشن لينير ممكن انت تختار ان انت توصفها انها كونفكس او تختار ان انت توصفها انها كونكيف حسب الابلكيشن. فاحنا هنختار نقول ان الار كونكيف ان باي 0 جيفن دلتا وكونفكس ان دلتا جيفن باي 0. طيب في بقى ماثيماتيكال ريزلت بتقول ايه؟ ان انت لو عندك الكلام ده صحيح، لو ار اوف دلتا وباي 0 كونكيف في باي 0 اللي انت بتعمل عليها ماكسمايزيشن وكونفكس في الدلتا اللي انت بتعمل عليها مينيمايزيشن، في ماثيماتيكال ريزلت مهم جدا بتقول ان انت لو ثبتت الدلتا عملت ماكسمايزيشن للكميه ار اوف دلتا وباي 0 اوفر باي 0، بعد كده اللي طلع لك تعمل له مينيمايزيشن اوفر دلتا، بتوصل لنفس النتيجه بالظبط لو انت ثبتت الباي 0 عملت مينيمايزيشن لار اوف دلتا وباي 0 على الدلتا وبعدين عملت بعد كده ماكسمايزيشن على الباي 0. يعني الميني ماكس رول هي نفسها الماكس ميني رول. ده مش كلام عام، ده عشان الفانكشن بتاعتنا كونكيف في باي 0 اللي بنعمل عليه ماكسمايزيشن جيفن دلتا وكونفكس ان دلتا جيفن باي 0 والدلتا بنعمل عليها مينيمايزيشن. بصفة عامة عندنا
لو عندنا فانكشن بالشكل ده، لو عملنا ماكسمايزيشن الاول وبعدين مينيمايزيشن، الكلام ده بيطلع اكبر من او يساوي لو عملنا مينيمايزيشن الاول وبعدين عملنا ماكسمايزيشن. بس عشان الفانكشن بتاعتنا لها ستراكشر معين، اكتشلي التو بروبلمز دول زي بعض، تعمل الاول ماكسمايزيشن على باي زيرو وبعدين مينيمايزيشن على الدلتا، نفسها بالظبط لو عملنا مينيمايزيشن على الدلتا وبعدين ماكسمايزيشن على الباي زيرو. في الحاله دي النقطه اللي هي الدلتا هسميها دلتا ستار وباي زيرو، باي زيرو ستار. دلتا ستار وباي زيرو ستار هم عباره عن الدلتا والباي زيرو اللي هم بيحققوا الكلام ده وبيحققوا الكلام ده. يعني الباي زيرو ستار والدلتا ستار ده عباره عن حل مساله الاوبتمايزيشن دي، اللي هو بيديني الماكسيمم باي زيرو، الماكسيمم ار اوف دلتا وباي زيرو اوفر باي زيرو فور فيكس الدلتا، وبعدين ان انا اختار الدلتا اللي تمينيمايز الكوانتيتي دي او اعملها بالشكل ده. فهي اكن الدلتا ستار والباي زيرو ستار هم عباره عن الاوبتيمال، الاوبتيمال سولوشنز للاوبتمايزيشن بروبلم دي او الاوبتمايزيشن بروبلم دي. بنقول على السولوشن ده دلتا ستار باي زيرو ستار ان هو سادل بوينت، والسادل بوينت بتحقق الانيكواليتي دي. معناها ان انت لو ثبتت الدلتا ستار وحطيت الباي زيرو باي قيمه لازم هتطلع اصغر من او يساوي ار اوف دلتا ستار وباي زيرو ستار. بينما لو انت ثبتت الباي زيرو ستار، الار اوف دلتا كوما باي زيرو ستار دايما اكبر من او يساوي ار اوف دلتا ستار باي زيرو ستار. مره ثانيه، حيث الدلتا ستار والباي زيرو ستار هو حل الميني ماكس او الماكس ميني اوبتمايزيشن بروبلم. تعال هنا ناخد الترم ده اللي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الار واحط فيها الدلتا ستار اللي هي حل الاوبتمايزيشن بروبلم دي. هفترض ان انا somehow بطريقه سحريه عرفت الدلتا ستار وباي زيرو. خلي بالك ان الكلام ده طول عمره هيكون اصغر من او يساوي ار اوف دلتا ستار وباي زيرو ستار. فزي ما قلنا الار هي عباره عن باي زيرو في ار زيرو زائد واحد ناقص باي زيرو في ار واحد. فهنكتب هنا الار زيرو وهنكتب هنا الار واحد، مجرد بس هنكتب الدلتا بدلتا ستار عشان نقول ان الدلتا اللي عندنا هي الدلتا اللي بتحقق لي، هي اللي بتحل لي الاوبتمايزيشن بروبلمز دول. ما ننساش ان الار اوف دلتا ستار كوما باي زيرو از لينير ان باي زيرو جيفن الدلتا ستار. التلات حالات اللي انا اتكلمت عنهم فوق اللي هي ان الماكسيمم ممكن يحصل عند باي زيرو بتساوي زيرو او باي زيرو بتساوي واحد او عند اي باي زيرو موجودين هنا برضو، تمام؟ بس انا هحاول افصل بقى التلاته كيسز دول عباره عن ايه. الماكسيمم بيحصل عند باي زيرو بتساوي زيرو. عند باي زيرو بتساوي زيرو الكلام ده معناه ايه؟ باي زيرو بتساوي زيرو، تمام، معناها ان احنا عندنا الفاكتور اللي في الاكسبريشن بتاع الار اللي مضروب في باي زيرو، الفاكتور ده، تمام، السلوب بتاعه بيكون بالنيجاتيف، صح؟ يبقى انا لازم يكون عندي عشان الماكسيمم يحصل عند باي زيرو لازم يكون عندي نيجاتيف سلوب عشان يبقى الماكسيمم هنا والمينيمم عند الباي زيرو بتساوي واحد. فانا هشوف المعامل بتاع باي زيرو، فلو عندي السلوب بالنيجاتيف وده هو السلوب، ده عباره عن الفاكتور المضروب في باي زيرو، هيبقى عندي الماكسيمم موجود عند باي زيرو. فيبقى لازم الكلام ده يكون بالنيجاتيف عشان يبقى الماكسيمم بيحصل عند باي زيرو بتساوي زيرو. هي لو باي زيرو بتساوي زيرو دي معناها ايه؟ معناها ان البراير probability، البراير probability للاتش زيرو بزيرو، معناها ان الفرضيه اتش زيرو مستحيله، احتمالها بيساوي صفر. معنى كده ان انا لو انت حد قال لك احتمال الفرضيه اتش زيرو بصفر يعني عمرها ما هتحصل، يبقى انت الديسيجن اللي المفروض تعمله ايه؟ بالمنطق يبقى الديسيجن اللي المفروض تعمله ان انت طول عمرك هتعمل ديسيجن ان فيفر اوف اتش واحد، لان اتش زيرو احتمالها بصفر او مستحيله. معنى الكلام ده ان دلتا ستار بتساوي واحد على كل السبيس اوف اوبزرفيشنز.
يبقى لو باي 0 بتساوي 0 يبقى دلتا ستار بتساوي 1. فلو انا جيت على الاكسبريشن ده وحطيت الدلتا ستار بتساوي 1، وخلي بالك ان السلوب لازم يطلع بالنيجاتيف، هيطلع ان احنا مفروض ان يكون سي 1 0 اصغر من سي 1 1، يبقى ده الكونديشن اللي لو اتحقق الماكسيمم هيطلع عند باي 0 بيساوي 0. الكونديشن ده لو واحد انجينير في مساله ديتكشن غالبا مش هيختار القوس بحيث ان الكونديشن ده يتحقق. ليه؟ تعال فكر كده، الكونديشن ده معناه ايه؟ الكوست ان انت تقول اتش 1 والترو هايبوثيسيس اتش 1 اكبر من الكوست ان انت تقول اتش 1 والترو هايبوثيسيس اتش 0. طب اما تقول اتش 1 والترو هايبوثيسيس اتش 1 دي حاجه حلوه، ازاي يكون الكوست بتاعها اكبر من الكوست ان انت تعمل غلط ان تكون الترو هايبوثيسيس اتش 0 وانت تقول اتش 1؟ فدي ابسيرد، يعني غالبا وانت بتصمم سيستم غالبا الانيكواليتي دي مش هتتحقق. فهي ماثيماتيكلي لو سي 1 1 اكبر من سي 1 0 الماكسيمم هيحصل عند باي 0، بس غالبا ما حدش هيعمل كده. لو عندي الماكسيمم بيحصل عند باي 0 اوف 1، معنى كده ان السلوب هيكون بوزيتيف، معنى كده ان المعامل بتاع باي 0 هيكون اكبر من الزيرو، معنى كده ان باي 0 ب1، معنى كده ان احتمال الهايبوثيسز اتش 0 ب1، يعني احتمال الهايبوثيسز اتش 1 ب0، يعني الهايبوثيسز اتش 1 مستحيله. بالتالي الاوبتيمال رول ان انت دايما تعمل ديسيجن ان فيفر اوف اتش 0، لان اتش 1 اصلا احتمالها القبلي او البراير بروبابيلتي بتاعتها بتساوي 0، يبقى الدلتا ستار بتساوي 0. عمرك ما هتختار باي احتمال نون زيرو الهايبوثيسز اتش 1. لو اخذنا الدلتا ستار بتساوي 0 وحطيناها هنا هنلاقي ان احنا عشان الكلام ده يحصل محتاجين السي 0 0 اكبر من سي 0 1. ماثيماتيكلي انت ممكن تختار السي 0 0 اكبر من سي 0 1، بس لو فكرت فيها هتلاقي انها حاجه ريديكولس، ابسورد، غريبه، ما تمشيش، لانك انت اكنك بتقول ان انا لو عملت الحاجه الصح الترو هايبوثيسيس اتش 0 وانا اخترت اتش 0 الكوست بتاعها تكلفتها عليا اكتر من ان انا اعمل الغلط. تمام، هو ان انا اقول ان هايبوثيسيس عباره عن اتش 0 جيفن ان الترو هايبوثيسيس اتش 1. فغالبا لو انجينير بيصمم سيستم تمام واقعي غالبا ما حدش هيعمل كده. طب لو كوفيشنت اوف باي اوف 0 بتساوي 0، دي الحاله اللي احنا كنا عملناها انها بالشكل ده، ساعتها المعامل بتاع باي اوف 0 هيساوي 0، وده تمام هيديني مساله بالشكل ده، هيديني equation او expression موجود بالشكل ده، يبقى انا هساوي ب الزيرو وبعدين ابتدي اكتب الحاجه بتاعتي. مثلا عندي ايه الكميه دي؟ سي 0 0 ماينس، او عندي هنا ماينس سي 0 0 بي اوف ار جيفن اتش 0 دلتا دي ار. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن تكامل على الفيكتور اوف اوبزرفيشنز، ان انا اللايكليهود فانكشن جيفن اتش 0 يبقى ترو هايبوثيسيس دي اتش 0، بس انا هقول ايه؟ بس انا هقول اتش 1، لان هو ده الاحتمال اللي انا بقول بي اتش 1. تمام، فبضرب اللايكليهود جيفن اتش 0 في احتمال ان انا اقول اتش 1 يبقى ده هيديني ايه؟ واعمل تكامل على الفيكت على السبيس اوف اوبزرفيشنز، يبقى انا اكني جبت ايه؟ الفورس الارم بروبابيلتي. فهنا هكتب التكاملات دي بدلاله البي فورس الارم والبي ديتكشن، وهيبقى عندي الاكسبريشن المهم.